أهلا بكم في أخبار اقتصادية مفصلة. السلام عليكم. أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن تعميق المملكة لتخفيضات إنتاج النفط في شهر يونيو يهدف إلى التعجيل بالتخلص من تخمة في الإمدادات العالمية وإعادة التوازن إلى سوق النفط، وأوضح أنه يرى علامات على تعافي تدريجي للطلب، بينما تتجه الدول لتخفيف القيود على الحركة التي فرضت على مدار الشهور الأخيرة لوقف انتشار وباء كورونا. هذا وقد وجهت وزارة الطاقة شركة أرامكو إلى تخفيض إنتاجها من البترول الخام لشهر يونيو المقبل بكمية إضافية طوعية تبلغ 1,000,000 برميل يوميا، تضاف إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية أوبك بلس الأخيرة في 12 أبريل 2020. وبهذا سيكون حجم التخفيض الذي تلتزم به المملكة قياسا في معدل إنتاجها في أبريل الماضي نحو 4,800,000 برميل يوميا، وبالتالي سيكون إنتاجها لشهر يونيو بعد الخفضين الأساس والطوعي هو 7,490,000 برميل يوميا. زادت أسعار النفط بأكثر من 2% مدعومة بعزم المملكة لخفض إنتاجها النفطي بمقدار 1,000,000 برميل إضافي يوميا، وارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم يونيو بنسبة تزيد عن 5 أعشار مسجلا 24 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 25 دولار في الاتجاه الصاعد و23 دولار في الاتجاه الهابط، في حين عاود سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم يوليو عاود الهبوط إلى مستوى 30 دولار للبرميل بانخفاض ب 2% بعد أن ارتفع لفترة وجيزة إلى 31 دولار. وللحديث أكثر عن خفض المملكة لإنتاجها النفطي وتأثيراته على الأسواق ينضم معي عبر سكايب الدكتور محمد الصبان المستشار الاقتصادي والنفطي. أهلا بك دكتور. بداية دعنا نتحدث عن تصريح وزير الطاقة بأن تعميق تخفيضات النفط سيعجل بإعادة توازن السوق وسيساعد أيضا على التخلص من تخمة الإمدادات العالمية. بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا الخطوة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية اليوم تؤكد دورها المسؤول من جهة، وتؤكد ما قاله سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن هذا سيعجل من يسرع من توازن السوق. لا ننسى أنه في ظل جائحة كورونا كان هنالك انحسار كبير في معدلات الطلب العالمي على النفط، وصحيح أن اتفاق تحالف أوبك بلس بلس ساهم في منع انحدار أو انخفاض الأسعار، لكنه ليس بعد بالكافي لتحقيق التوازن المطلوب، خاصة وأن دولا مثل الولايات المتحدة لم تشارك بعد. صحيح أن النرويج شاركت وكندا شاركت والبرازيل إلى حد ما، لكن بقية الدول الكبيرة مثل الولايات المتحدة لم تشارك بعد، وإن كان هنالك تخفيض إجباري قادم نتيجة لانخفاض مستويات الأسعار عن مستويات التكلفة. لكن الخطوة السعودية هذه، أود أن نشكر أيضا دولة الكويت التي انضمت للمملكة العربية السعودية اليوم وذكرت بأن هنالك تخفيض إضافي طوعي ستقوم به، وأيضا دولة الإمارات. إذا نحن هنا نتحدث عن مجلس التعاون جميعه مسؤولون أو جميعهم منتجون مسؤولون يحاولون أن يحققوا استقرار أسعار النفط بظل قيادة المملكة العربية السعودية. نعم، بالحديث عن مسؤولية المنتجين من خلال أسعار النفط، المملكة تسعى دائما في سياستها إلى استقرار السوق النفطية للمصلحة العامة، وهي الآن تؤكد أيضا ذلك بمزيد من الخفض. ليتك تحدثنا دكتور عن توجه المملكة وكذلك إيجابية على الأسعار. المملكة العربية السعودية تاريخيا كانت دائما تمارس دور المنتج المرجح، المنتج المرن الذي يساهم في تحقيق استقرار أسواق النفط، وكنا نرى في أحلك الظروف كانت تساهم بتخفيض إنتاجها، بالرغم أن بعض الدول أعضاء في أوبك كانوا يتجاوزون حصصهم، ولكن كانت تمارس دور
الأب الراعي لسوق النفط. بطبيعة الحال المشكلة الآن أكبر بكثير من أن تتحمل المملكة العربية السعودية كامل العبء. ولذلك عدم الالتزام، هنالك حديث عن بعض الدول غير الملتزمة إلى الآن، نرجو أن تعود وتصحح وضعها وتعود للالتزام، ولا أود أن أذكر أسماء الآن. فالمملكة العربية السعودية بهذه الخطوة ستساهم في تحسين تدريجي للأسعار. لا ننسى أن هنالك انفتاح تدريجي للاقتصاد العالمي، كثير من الدول بدأت اليوم، آخرها باريس أو فرنسا بدأت تفتح اقتصادها، هنالك كثير من الدول الأوروبية، الصين سبقتهم، الولايات المتحدة في منتصف هذا الشهر، في نهاية هذا الشهر سيكون هناك انفتاح تدريجي. إذا مع الانفتاح التدريجي هذا سيعود الطلب تدريجيا، الطلب العالمي على النفط تدريجيا في الزيادة، وهذه الزيادات ستؤدي إلى امتصاص الفائض القائم في الأسواق، وتبدأ أسعار النفط في التحسن والتحسن التدريجي الذي كلنا ينتظره ونأمل فيه بإذن الله. استكمالا لما ذكرت دكتور، في ظل الإجراءات المعلنة من المالية بخصوص مواجهة أسعار النفط، من جهة أخرى أيضا ركود الاقتصاد العالمي ككل، هل تعتقد أننا سنمر بسلام إلى بر الأمان؟ بإذن الله. الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية البارحة وزير المالية خطوات مهمة جدا، لأنها تبين أننا لا نتراخى، بالرغم من أن هنالك كثير من المقالات وكثير من الأحاديث توضح بأن المملكة في وضع مستقر وليس عليها خوف، لكن هذا لا يمنعنا من أن نؤدي دورنا في الترشيد ومزيد من الترشيد وإعادة ترتيب أولوياتنا في إطار الأزمة الحالية، ونحقق بالتالي خفضا في العجز المتوقع في الميزانية. إذا نحن سائرون بإذن الله في الطريق السليم، ونحتاج إلى دعم الجميع خلف القيادة لنصل بإذن الله إلى بر الأمان في الفترة القادمة دون أي عوائق في القادمة، وأيضا نساهم في تصحيح اقتصادنا المحلي للفترة القادمة في ظل تطبيق رؤية 2030 وترتيب أولويات هذه الخطة. بإذن الله ستمر هذه الأزمة، وسيتذكر التاريخ بأن المملكة هي في أوائل الدول التي حافظت على اقتصادها ورسمت له خطط احترازية كثيرة جدا، وسيثبت الواقع تلك الأرقام. شكرا لك الدكتور محمد الصبان، المستشار الاقتصادي والنفطي.